السلام عليكم خوتي، معكم محمد من ولايه البليده. اليوم جيت نحكي قصتي مع الادمان هذايا والكشيات والميليو اللي رانا فيه. البدايه هذه تاع الرحله الطويله والرحله الشقيه هذه اللي جزناها في حياتنا، وفي مده كيما يقول لك تاع الصغر. الحمد لله، انسان يقول الحمد لله. الرحله بدات في سنة 2012، قاعد هكا في الحومة، حالة واحد اللي خارج من القراية، تاكل حبة كاشي هذيك الأولى، تبلك هذيك هي الرشقة، تزيد تاكل حبة الزوجة، تبلك هذيك هي الفهمة، وتبلك الحبة الثالثة وحبة الرابعة وحبة الخامسة، حتى تسيب روحك في الإدمان. كي تسيب روحك في الإدمان، سي بون. تولي ما عندكش من التشري، ما كاش اللي يعطيلك، ما كاش اللي يجيب لك. الناس تولي تبزنس بيك، يقول لك هذاك ما عندوش باش ياكل، هاي جو جيبو لعندك، جيبو لعندك، اعطيلو تشو مشطه يبيعها، قال تشدي تشو حبه، وراك تكبر. اليوم راك تخدم مشطه، تولي تخدم باطه، ما دوك تخدم جوج بايط، ما دوك تخدم 10 بايط، ما ذاك خلاص تولي محروق، تولي محروق مع الدوله، محروق مع الشعب، الناس تكرهك، الدولة موراك، والديك ضدك، تولي حياتك تعيسة، تولي معيشة ضنكة. الرحلة الأولى تاعي بدأت سنة 2013 هكاك، بديت نبيع الكاشيات، نبيع للمر 14، مر 13 سنة، مر 16 سنة، مر 30 سنة، مر 40 سنة، وسورتو هذو الكاشيات اللي رانا ناكلو فيهم. كيما بين قوسين هذا تاع الصاروخ، هذا الصاروخ وين ترطك في 2012. انا في بليده 2012 2013 ولاو كاع ياكلوه. انا كنت من هذيك الموجه اللي ركبت في الموجه هذيك تاع الصاروخ، واليوم راني في الادمان. قلت لك بديت نبيع هذه المشطه، هذا كيعطيك جوج مشاطي، هذاك كيعطيك مشاطي، وكاع كيما يقول لك قاعد يسطول الفرصه تاعك. انت ما عندكش منين تشري، وما عندكش منين تجيب، وانت عايش عند ما كيما انا متربي عند ماني، مربي ابني مالي، امراه جوزه كبيره مسكينه، راك تعرف يقول لك هذا وحده في الدار يخبي لنا يعطينا اكذا، وما يديروا في الدراهم، وانت تقعد دائما في ذيك الحبه والزوج، الحبه والزوج، حتى ويشوفنا روحنا بلي خلاص انا بديت نكبر. انا عرفت الصاروخ هذايا مولا 14 سنة، اليوم في عمري 29 سنه، يسمى راهي مدة زمنية طويلة جدا وما درت فيها والو، واش كريم مليحة لاباس صاحبي ولا الحمد لله؟ شو صاحبيني حاصل بواحد الصالحة اللي تريقليني فيها وتخبيها ليك ذايا منا من هنا وريقلي صالحة بطا صاروخ صاحبي. راك تعرف الريسك واعر في الحومة، يبدو لها الدار ومنها. والله يا صاحبي غير فيها زيارة شابة وريقليك، ما كاش مشكل في التقشير ريقليك. خبيها لك وندي شوية صرف. لا خشوا الريسك، راك تعرف الموضوع. لا مشي شوية صرف ولا غير ريقليتك. أنا كنقول لك ريقليك ما كاش مشكل كاع صاحبي. أنا من نافيكي معاك خاش تعرف لا خدمة لا قشر. قشر ما كاش مشكل. مين تجيبها؟ جيبها لي دوكا إذا تقدر. دوكا كابابل عليها. خلاص صاحبي. المهم نبداو القصة الأولى. كما يقول لك القضيه الاولى تاع الكاشيات. انايا جاتهم معلومه باللي انايا نبيع كاشيات ونخبي في الدار، تمركزوا لي صباح رجال امن الشرطه، داروا لي بيركيزيسيون جويه 10 تاع الصباح. قاعد انا يما مرض خالي قاعد في الدار حتى يسمعوا في الباب تخبط في الباب، يفرعوا في الباب. انا عرفت بلي الدوله هما يخبطوا في الباب، فرعوا بالباب وصلوا بدا يضربوا فيا كيما يقول لك قدام والديا الحشومه هذيك، تقول نتمنى الارض تنشق ما تدخل فيها. ضربوني قلبوا الدار صابوا باطا صاروخ. هذاك الوقت كيما كنت كيما يقول لكم في القانون يقول لك بريمار ما يعرفش الاولى تاعو جبت عام حبس. حمد ربي دخلت الحبس، حبس انا تاع بليده. والحبسه كي تعرفي الحبسه تشوبين تاك مغرفتك
العقلية تاعها بصح عقلية كاع واحدة أخرى، قرعة ما تاعي، الطبسي تاعي، القرعة تاعي، المغرف تاعي، بلاصتي، زاورتي، ما ترقد البروغرام خلاص، خلينا نرقدو، المشاكل تاع الحبس وأنا صغير. الأولى تاعي كيما يقول لك الأولى تاعي الحق والديا، أنا ما أنا والديا كيما يقول لك أنا يما عايشة وحدها وعايش بابا وحده. يما وقفت معايا دارت لي افوكا، جابت لي القفه، دارت اللي عليها. انا يما منلومهاش، انا الام تاعي جام منلومها، ولا انا والدي باجمالهم منلومهمش. المكتوب انا نلوم نفسي. الكاريير خاطش انا الكاريير انا نديرو بيدي، خاطش كي تنالي وتلحق المدرسه يقول لك طرق الى حياتي المهنيه خلاص. دخلت للحبس مع المحابس، كي انا كنت حابس صغير في عمري 18 سنه. دخلت للحبس الاولى تاعي الحمد لله لقيت لي زوم، لقيت رجال. كي تدخل كي تكون في الحبس تولي تقول خلاص، تقول خلاص، تقول خلاص خلاص نخرج برا، خلاص نخرج برا، ناكل حشيش، ديرني داخل بيدون نعيش، داخل بيدون دير عليا في كاش اكاف نعيش وما نقعدش في الحبس. نهار تخرج من الحبس تشوف بلي عقليه واحده اخرى، تشوف راك تبلي خارج تاب بليغا وسيرفات، وذاك تضرب هذيك البليغا وسيرفات تضرب بها شهر ولا شهرين، ماذاك تسيب بلي ودي ما كاش الخدمه، تروح تخدم يقول لك لا جيب هذاك الوقت 2013 كان 16 18 كانت ب تاع ودي كازي موسى، الكازي موسى ما تسيبش خدمه والطير والجنة ما تخدمش عند البريفيو ما تخدمش. كيف كيف تضرب شهرين ثلاثة شهور برا يعيط لك واحد واش فلان كيف نديرو؟ نعاود نولو كيما بكري وزمان ونجنوها وجري ونجري وكاملنا دراهم وكذايا وتم تجيب والو خطاك الشيرواح يقول لك تا هراد وتا ما كاش اللي بطايك هنا في الحومه وتا اللي تخدم بزاف وتا اللي فور وتا هو الزعيم وتا هو الباص وتا هو كلش، هو غير باش تايا تولي تبيع له السلعه تاعو، والسلعه تاعو هو يجيبها ب 1000 فرانك ويحسبها لك ب 20000 وانت تبيعها ب 40000. انا تتالك زعما مثال واش محمد كيف اخويا مليح لاباس؟ لا الحمد لله وانت لاباس؟ لا لاباس الحمد لله. تشكفى رايح هما يا محمد؟ اي سامطا قاير ما كانش كاع هكا بصح ياك تشوف اك تشوف. اسمع دوك كيف ما قالوش عاودوا نبيعوا وكذايا كاش كيف يا صاحبي؟ لا غير شو ولاد الحومه قام يحطوا لتحت يشري منايا ما يحطوا حتى لتحت ولا غير دوك جاو ليا عباد قالوا لي خاصتنا مشطوا منايا. ايه بصح ما كاش كيف انت دوك حاب تجر عليا ولا واش نجر عليك صاحبي؟ دوك تايا شايف واش صرا لك مقبل وما تعاودش ان شاء الله وما فيها والو صاحبي ولا غدير عليا تنجح. هو ما كاش كيف يا صاحبي؟ والله ما كاين كيف غرام. ولا لا تجر عليا تهضك يا صاحبي. يا خويا اذا حبي يدبر راسك لا تحب نقلعه وقول لي. هو تجر عليا يا صاحبي ما كاينش كاع كيف. دبر راسك انا بيناتنا تليفون وعيط. ان شاء الله صاحبي ان شاء الله. الله يحفظك صاحبي. وانا خارج من الحبس ما عنديش، عايش عند ماني ماني ماشي نقول انا زعما والدي يقولوا لي روح تبيع كاشيات. والدي يقولوا روح تحوس على خدمه. روح تحوس على خدمه. بصح كي تكون كونسوماتور ماذا تروح للادمان هذيك الخدمات راح تبي تحوس تغير في كيفات تاكل الكاشيات، تنوض صباح تطبع الكاشيات تنوض باش تنسى. وحنا شغل كابرين بهذيك شغل تاعي يا ودي ماشي كابرين، كل واحد كيف مدخلي له راسه بلي تا بابك سامح فيك وتا يما سامحه فيك وتا كذا وتا كذا. المهم يعيشوك في ضغوطات في تكون صغير وذوك الضغوطات كما تكبر كما يكبروا معاك. هذاك الهم الصغير اللي كنت تابعه تاع حبه ولي يكبر معاك تولي 5 6 و7. المهم باش ما نخرجوش على الحديث، خرجت من الحبس الاولى واش حبيت نقول لك، خرجت من الحبس الاولى وليت تنبيع، عاودت وليت تنبيع. سلي هاي دقيق هاي وصاحبي مليحة شو هذا تاع البارح قاعد تخدم لي يا صاحبي؟ والله يا صاحبي غير كان في بليده ولا في الجزائر ما كاش كيما تا واحد يبيع يا صاحبي. ياك شو والله تحب نقلعو نخدمو شو البارح تلاقيت بيك مازال ما حففت حوايج مازال تلابسهم يمك تعطيك كاش لي يعطيك شو واحد يحوس عليك كاش لي يحوس عليك كاش لي يحوس عليك يا صاحبي غير نقلعو نخدمو على روحنا
وندورو تربو الله صاحبي. عليا انا نجيب الدوزان، كاين الدوزان وين عندي مشتريه صاحبي، ما عرفت انا وين نبيع بار. انا نجيب الدوزان صاحبي، عليا الدوزان نجيب لك كونتيتي كبيره تاع السلعه. ما كاش مشكل. هاي مريض صح صح. شافوني لابوليس، عاودوا شافوني، جاو ليا يا فلان واش راك عاود وليت واقيل؟ انا نقول لهم والله غير لا لا وخلاص وحبست وجبدت وتابع لي يا ربي، نكذب على ربي ونكذب على الدوله. السلام صاحبي. ايه هذا باس؟ لا الحمد لله. كاين سيروخ؟ سلعه شابه صاحبي. عندك عم تاكل سيروخ؟ تاكل لي حبه صاحبي. ما كاش مش حبيبي. انا شاطرني حبه ندوق ساعه نعطي لك زوج حبات، حبه من عندي وحبه بالدرام. وبصمت والفني صاحبي. خلاص صاحبي. هاي مريقلة صاحبي. حتى حبه ما يدلي والو. ايه معليش صاحبي. سلمك صاحبي. صح صح. ماذا الدوله بدات تروماركي بلي ودي هذا فلان او عاود ولا للسيكتور او عاود ولا ينافيكي ماشي. زادوا نيلوني نيلوني نيلوني، ضمنوني خلاوني 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 خلاوني. طب عاود طاح في مشكل مع الدار، عاودوا سمعوا بيا دارنا بلي ودي نبيع كاشيات. كي سمعوا بيا دارنا نبيع الكاشيات قلعت، اخرج برا ما تقعدش في الدار، روح عند باباك. وانا بابا ما كاش فرح لي دوك، انا بابا ومرتوث ولادو عايش داك في افطر امبوسيبل نروح ليه. وانا كبرت في دار ماني سما، انا صغري وحياتي كاع في دار ماني. قلعوا الماء فما قلعت المشاكل، فماك حياتي بدات تتبدل، حياتي تبدلت كما يقولوا 180 درجه ديريكت. قلت لهم ما كاش اللي نحياكم. قلعت المشاكل مع الدار مع ماني مع لا بزاف صوالح. وانت كيف حنوني دوك؟ انا هذه حكايه نقعد هكا معاها ما نحشمش. شنو ندير يما؟ احشم على روحك يا طفل. عيتني راك دير راك دير، هبلتني نكذب عليك هبلتني. وني ندير والو يا يما؟ ما حبيتش تحشم يا وليدي نكذب عليك. تهضري معاها خالتي. واش تهضر معايا خالتك؟ هي عارفه كل شهادري خديجه. دوكا منا للفوق نسيب حبه كاشي، عباكش ما انت حبه كاشي. انا اللي نعيط لك. صلاه جامي شفت يما تعيط للدوله على جال وليدي. ايه نعيط جامي شفت انا يما جامي. ايه نعيط. محمد روح محمد روح. كيقلعوا لك المشاكل هما كل ما يكثر عليك المشاكل، كل ما تزيد تكثر زيد طبع. انا طبع الصاروخ الحمرات رامادول كلش الكيف. قلعوا المشاكل مع الدار، لحقت حتى وين طرطقت الدار، طرطقت بيتي كسرتها كاع. كسرتها الزجاج الخزانه التلفزيون. شوف منها مونك ومنها ضغوطات ومنها ما صبتش الحل، لخاطش انا مانيش حاب نقعد في ذي طريق. انا ما كنتش حاب انا شتي واحد ماهوش حاب يريح وقعد فورسي شغل قاعد على جال الكاشيات غير باش ناكل الكاشيات ونشرب بالكاشيات ونلبس ونعيش وناكل ونشرب وما كاش ونروح حتى واحد نقول له عطيني هاكي معايا واحد يكون عندي عزة نفس. ما نحبش نروح لواحد نقول له عطيني، نعرف روحي بلي واحد ريسكي بشبابي ريسكي بحياتي. وما نروحش فلان ولا فلان نقول له عطيني يا ودي ناكل حبه، يبداو يهضروا في هضره تعياني. المهم نقلعوا كسر، قلت لك كسر دارنا، قطعت روحي، درت بزاف صوالح حتى وين لحقوا. انا يما لحقت باش تروح لابوليس تشكي بيا تقول لهم بلي هذا طفل سي بون، هذا طفل راح يهبل لي راح يموت لي، هذا لو كان انا ما نبعثوش للحبس دوكا راح يموت لي. وقفت عند الجوج وكذايا ومن هنايا وقلت له يا سيد الرئيس، قلت له يا سيد الرئيس، قلت له هذا راهو يكثر راهو ياكل كاشيات وراهو يبيع. قال لها ما تهضري، تقول ما هذا ذاك النهار ما صابوش عندي سما. قال لها ما تهضريليش على البيع. قلت له ياكل كاشيات وراهو طرطق لي الدار او دير لي في المشاكل. يا سيد الرئيس انا ما حانيش حبيت له مضره، راني حبيته يدخل لي ريح يا برا. كيما كان الحال جبت عامين، طلعت لابير كسرت الشراع خلوني في عام، خدمت العام تاعي. كي خرجت سلمت على يما ويا يما سمحي لي ومانيش حاب ندي دعوي الشر وانا عييت وكذا 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 وكذا. علاه جيت واش كاين؟ يما سمحي لي والله ما زيد نعاود، راني عاب لي بكيتك دخلتيني الحبس على جال صلاحي يا يما. اش نقول لك يا وليدي؟ كون ماشي مصلحتك ما ندخلكش. يا عارف يا يما مانيش نرقد نورمال يا وليدي. لا غالب كفرت محمد يمه. كفرت علي يا وليدي. لا غالب دخلتيني على جرس لاحي يا يما. على بالي وليدي على بالي. لا غالب جات هكاك وخلاص. مصلحتك يا وليدي كون ماشي مصلحتك. على بالي يا يما على بالي. سمحي لي يما سمحي لي يما سمحي لي يما سمحتي لي يما. اسمع يا وليدي
نرقد نورمال يا وليدي الله غالب جيت هكا على بالي يمه دخلتيني على جرس صلاحي على بالي سامحي لي يا ربي ان شاء الله كنت تسمح لي تاني الله جات هكا عبلي دخلتيني على جرس واحد يمه مش على جرس عبسه وقت اخر كون ماشي مصلحتك ما نديرهاش لا غير ولا غير على بالي وما شويه تتسقم لداخل على بالي يمه نتسقم وما نحبلكش الخير ما نديرهاش على بالي يمه سامحي لي سامحي وليدي ان شاء الله ثاني تسمح لي نسمح لك يمه دخلتيني على جرس واحد على بالي ان شاء الله ما زيدتك تعاود هذا الشيء ان شاء الله يمه وليت في طريق قاعه وجاه ماشي مليحه اسمح لي يا وليدي تعيش يا وليدي تسمحي لي مشينا يا الثالثة كما يقول لك الثالثة يا اللي سيبون الثالثة تقول خرجت من البيع عاودت وليت لا كونسوماسيون خاطر كي خدمت في الحبس كي عاودت وليت ما عاودتش الترويج عاودت وليت في لا كونسوماسيون عاودت وليت ناكل كي عاودت ناكل كي تخرج من الحبس تريد تاكل حبة هذاك النهار دير لك الحبة ماذاك هذيك الحبة خلاص من الأول الزاوت وتولي ما دير لكش سيبون تولي ما تخدم لكش ولي تعاود عاود كونسومي 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 كيما كان الحال ملا قلت لك ملا كونسوماسيون تعاود تولي شت بلي يا ودي ما عنديش ضربت على جيبي ما صرتش دراهم نعاود نروح لفلان واش يا فلان تعطيني نبيع كذا يا من هنايا يقول لي يا محمد انت يا راك خارج من الحبس خليك كاين اللي يقول لك هاك وما تبيعش يقول لك هاك هاك دراهم ولا هاك كاشي يعني المهم يسيي كيف يجبدك باش ما تبيعش بصح كاين اللي يصيبها فرصه كاين اللي يقتنع من الفرصه يقول لك ايوا راه عاود ولا وهذا كي باب بكري ومنه محروق ودخل الحبس وكذايا والناس قاعده تعرفوا راك تعرف هنا راك عمليه كيما يقول لك عمليه كيما راهم يفحموا فيك حاج بكري كنت محروق دوكا يفحموا تتفحم تولي صيبو الشعب قاعد الدنيا قاعده تعرفك بلي تاع كاشيات وتاع مخدرات وتاع دبازي وتاع سيوفه وتاع مشاكل الناس خلاص تولي محروق ما محروق محروق كما نقولوا احنا بن عميه محروق ما كاينش اللي يهضر فيك ما كاين اللي يهضر معاك الثالثه عاودت وليت دار ماني عاودت وليت تنبيع الاولى ما ضاعت الزوجه ما ضاعت الثالثه خلاص تولي حقت المومون وين سابو حبيت عييت انا عييت وربي راهو شاهد عليا باللي عييت هذو الكاشيات عياوني دمروني حتى وين ما صبتش صيبو الثالثه وليت نبيع خطره جبت باطا درتها في الفيستا تاعي خبيتها حطيتها في الدار راني قاعد نسقاوها ماني خرجت مع الجاره الجاره حكت لها قلت لها بلي وليد هاو عاود ولا يبيع هاو ولا كذا هاو اكيد تعرفي الجيران كاين الجيران اللي زعما يجوا ليكم ما يهضروا معاك ولي ودي خليك منها ومن وكاين الجيران اللي يروحوا لداركم اللي يديروا النعميمه حيت كاين فلان ينصحك يروحوا ينصحوا داركم وكاين عباد يروحوا ينموا يروحوا داركم بلي اسمعي وليدك راه ولا راه عاود ولا شتو مع فلان وشتو مع فلان وشتو مع فلان وشتو يبيعوا في الكاشيات وراهم دايرينها كحله وش الناس هي قاعده تهضر عليهم وهي ما كان والو الناس كيما يقول لك شاريه بلا ودايره فتنه عيطت لي ماني قلت لي وليد قلت لي محمد روح ليا للدار طلعت للدار كي انا كي الناس واش ماني كيف لاباس قلت لي يا محمد قلت لي شوف قلت لي الكاشيات راهم ولاو راك عاودت وليت للبيع كسيت نكذب عليها المهم هضره تجيب هضره قلت لي خلاص راه انا رحت غلقت الباب راحت قلبت لي كاع حوايجي تقول لك عاودوا لي للبيع سما راه مخبي قلبت لي كاع حوايجي قلبتهم كاع الكابات تاعي وانا واش كنت حاطهم في الفيستا ومعلقهم في الباب شغل ماشي تاع اللي تعرف باللي راهم فما كيما كان الحال هي رفضتهم غلقت الباب عيطت لي كاس 48 رجال الامن على 10 تاع اللي نشفى لها كي اليوم مازال يخدم في الكاشيات هذه اللي نهيتو صح دوك هكذا نعيط للشرطه وخلاص الو السلام عليكم شرطه الجماعه العشرة تاعي عيطت الرجال الامن جاو سركلوا الحومه
قلت لهم واش كنت لابس؟ كنت لابس شورت ولابس لابس بليها ليها كاسكيطه ولابس تريكو. قلت لهم لابس هذوما راني انا عيطوا لي قالوا لي وليد في الرونفورم كاع واعر دخل الحومه. قلت لهم ماي صحه دوك انا ما كنت رافد والو وانا خارج من حبس جديد يسمى ما كانش يديروش في بالهم باللي فلان ولا ولا. راني داخل للحومه انا دخلت للحومه طب وقرت فوني جبوالسه. قلت له ما عندي والو. قال لي ما عليش راه واضح تعرف واش كاين. قال لي وين تسكن؟ عطيت له دار يما انايا في بعيده شويه ماشي في بليده. عطيت له دار يما. قال لي نقول لك وين تسكن؟ قلت له نسكن عندي يما وانا جيت ضيف. قال لي وين تسكن؟ قلت له نسكن في بلاصه فلانيه. راني نقول لك ماذا ركبوني في الفرق وحتى نسمع في الطاكي واكي باللي العماره فلانيه باطينه رقم الباب فلاني. انا قلت ربي بيركيزيسيون. عاودوا داروا لي بيركيزيسيون كيما مضاري داروا لي بيركيزيسيون. انا طالع يا خويا حتى نشوف السيد جاي ليا نشوف البوليسي جاي ليا بالفيستا. جيب بالفيستا جبد الشكاره قال لي هذه تعمل دوك الفيستا تاعي والدوزان تاعي. قلت له تاعي؟ قال لي يعطيك الصحه. قال لي بالصحه مانك علاه تشوطن فيها؟ قال لي علاه تبيع لها في الكاشيات وعلاه تدير لها في المشاكل وعلاش الناس هم يهضروا وكذا؟ راك تعرف ماني كشغل قلت لهم عياني وخلاص وانا مراه كبيره ومن جمتلوش وبزاف عليا ولا بريسيون والضغوطات. راك تعرف الحياه العائليه الجزائريه كاع عايشين في لا بريسيون وكاع حاكمهم الكولون في صغرهم يسمى كاع عايشين بالميزيريه وعايشين بالقلق وعايشين بهذاك. قلت عيطت لابوليس جاو لابوليس قال لي هذه تاعك. قلت له طلع في البي في اسمك لاخبك اسم يماك كذا 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 اختي داروا لي متجاره شارع جبت 3 سنين حبس. 3 سنين حبس جبتها 3 سنين حبس على شغل 3 سنين حبس كي نقول 3 سنين حبس شغل كاين بزاف بلا 3 سنين حبس شغل بزاف و 3 سنين حبس شغل كي تكون محبوس كي تكون قبل ما تدخل الحبس تعرف واش راح تجيب واش راح تبقى لك واش راح تخدم هي شغل مكان ما عليه. جبت 3 سنين حبس عاود دخلت الحبس كيما قال لي الشاف تاع الشاف ديطاسيون تاع الحبس قال لي تا السوبه مازالت في كرشك. قال لي السوبه تاع العام اللي فات مازالت في كرشك. ريحت 6 شهور ما بين الجوج من الاولى ما بين الزوجه والثالثه ريحت 6 شهور 5 شهور قريب 6 شهور. قال لي السوبه مازالت في كرشك عاود دخلت الحبس. هذه المره كي دخلت الحبس ما كان لا قفا لا يما لا بابا لا ماني اللي كانوا يجوا لي من قبل. هذه المره اخدم حبسك يا محبوس تشرب روحك تاكل روحك دبر حوايج روحك دخانك شمتك دبر تنافيكي ولازم تكون لي زوم خاش داخل الحبس زعما لازم تفرش لازم دائما سطحيا تقعد الفوق الفوق عندك زعما اللي داخل الحبس كيف داخل الحبس زعما داخل الحبس تقول كومبلوات كما احنا نقولوا زعما نقولوا ولاد مزايا وحدهم ولاد عفرون وحدهم تاع شفه وحدهم ولاد عيش وحدهم بوفاريك وحدهم براقي وحدهم كاليتوس وحدهم مفتاح وحدهم وقرابه تسيبهم قرابه 7 7 10 12 واحد هكا في كور وتعرف من ذاك وتسردق من ذاك واحد يخبط واحد من ذاك 10 من ذاك قربي تاع هذا يدبز مع قربي تاع هذا. المهم تخلف هذيك ضربت هذيك 3 سنين كنت نكسر الشعر نستأنف خلتني في 6 شهور أخرجت. كي خرجت صبت يما في دارها ماني في دارها هبص جوست رمضان عندي يما ما ذاك حبيت نعاود نطلع لدارنا فانكس تب ليا ودي مازال وكان ماني مازالت شغل ماني حبت تبعدني على الحومه هذه كاع حبت تبعدني حبت تخرجني هي سالك وصاب تخرجني كاع انا مبليد صاروا مشاكل وما ذاك خلاص بديت نحوس على خدمه غير بشويه الحاجه الاولى اللي تبعدك على الادمان وتبعدك على الكاشيات هذو هي الخدمه. الحاجه الاولى الخدمه هي الحاجه اللي قبل الخدمه اللي بلا استثناء صلاه صلي ما غريت تكون كيف الشيره ولا تاكل كاشيات صلي معليش صلي بينك وبين روحك بينك وبين نفسك لعل الله عز وجل بالك غدوه يهديك تسمع معليش صلي واخدم. الخدمة هي الحاجة اللي تحبسك على هذو الكشيات وتحبسك على الإدمان لازم لك الخدمة. نصيحة للشباب قول لهم الله يهديكم إن شاء الله وديروا كما يقول لك ديروا عقلكم في يدكم خموا
وبالكم مدعوي شرط على الوالدين، نوصيكم على الوالدين وعلى الوالدين وعلى الوالدين، بيهم تطلعوا وبيهم تهبطوا. اللي راه مدمن كان هنا سبيطات مكافحه الادمان يروحوا لسبيطات مكافحه الادمان، ماشي زعما تكرك مكافحه الادمان زعما انت مهبول ولا انت مدبرس ولا لا لا، نورمال نورمال تروح يطولك دواوات اللي يناسبوا المرض تاعك بشويه بشويه بشويه، ماذا كذوك الدواوات تحبسهم، كي تحبسهم خلاص كريح تولي تخدم تولي تعيش كي تاكي الناس، الناس تولي تحبك وتشوف باللي حياتك تتبدل، الناس تولي تحبك، الناس تولي تمدلك، الناس تولي تعاونك، كاين اللي يعطي لك ميتي كيعطيك الثنيه، كاين اللي يحوس لك على خدمه في دارك، في دارك يحوسوا لك على خدمه ويجلوا عليك وانت راقد في الدار. والله يهديكم، واللي راهم يدخلوا في الكاشيات الله يهديهم، والله غير طريقها غير باينه، الكاشيات والمخدرات طريقها باينه، طريقها السجن ولا الموت ولا تهبل، واللي حاب ولا اللي حاب فيكم يهبل ولا في حاب يموت حاب يدخل السجن، الله يهديه الله يهديه، الله يعطيكم الخير وسمحوا لي، وان شاء الله كنت خفيف عليكم، وان شاء الله يا ربي يهدي كاع الشعب الجزائري، وان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الهم، وان شاء الله ربي يرفد علينا كاع هذه المخدرات، وان شاء الله ربي يحفظكم ويعطيكم الخير والسلام عليكم.